السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا نرحب بكم طلابنا الأعزاء لمتابعة سلسلة تعليم مادة تقنية المعلومات للصف الثالث الثانوي العلمي وفق المنهج الليبي في مدرسة أورينت الافتراضية، وأرجو من الله تعالى أن نحقق الغاية والهدف من أجل إيصال العلم لكل من يعاني من ظروف حرمته التعليم. إلى أبنائنا، إلى جميع الطلاب الذين يتابعون في مدرسة أورينت الافتراضية، نتابع مع بعض لإكمال شرح الفصل الرابع من المادة، وهو تطبيقات برمجية باستخدام لغة البيزك المرئي. في الدرس السابق تحدثنا عن شريط أدوات التحكم، وكانت عبارة عن مقدمة في شرح نظري لتلك الأدوات. طبعا لن نستطيع إكمال تلك الأدوات بشكل كامل، واليوم هو عبارة عن درس تتمة للدرس السابق، أي سنتابع مع بعض في شرح كمالة أو بقية أدوات التحكم لهذا الشريط. أداة زر الأوامر الكوماند بوتون، هذه الأداة، هذه الأداة تستخدم، أو يمكن القول أنها من أهم الأدوات المستخدمة، يمكن بواسطة تنفيذ الكثير من التطبيقات والإجراءات. يعني وكأنها هي زر النكست الموجود بالأسفل هنا، وأيضا هي نفسها زر كانسل، وأيضا هي نفسها زر باك أو زر بروز. إذن هذه الأزرار هي مصممة من خلال الأداة الكوماند بوتن أو زر الأوامر. أيضا يوجد عندنا أداة الإطار الفريم الموجود على يسار الأداة الكوماند بوتن. هذه الأداة أو الإطار، هذه أداة الإطار أو الفريم، تستخدم بصفة أساسية كحاوية للعناصر والأدوات الأخرى، وكذلك في ضم العناصر المترابطة منطقيا أو وظيفيا مع بعضها البعض. كيف يعني؟ أنا متونة شرحت لما حكيت عن البيكتشر بوكس، حكيت هي عبارة عن أداة إما لعرض صورة كما شاهدنا هنا بأعلى النافذة، أو تستخدم كحاوية أو إطار من أجل ضم العناصر إلى داخله. هذه الأداة الفريم أو أداة الإطار هي فقط لضم العناصر إلى داخلها، وكأنها إطار يمكن رسمه داخل النموذج حتى نقوم بوضع العناصر المترابطة منطقيا ووظيفيا مع بعضها البعض. نلاحظ هنا في هذه النافذة أو هذه الفورم الموجودة أمامنا على الشاشة، يوجد إطار هنا، ويوجد إطار هنا، ويوجد إطار هنا، ويوجد أيضا إطار هنا وإطار بالأسفل، وكأنه تم تقسيم النافذة الرئيسية للبرنامج إلى مجموعة إطارات، إلى مجموعة فريمات. هذه الإطارات تسمى حاوية أو إطار يضم العناصر، نقوم بوضع العناصر المرتبطة مع بعضها البعض بداخل ذلك الإطار. فمثلا يوجد هنا عنصرين مرتبطين مع بعضهما منطقيا، تم وضعهما في هذا الإطار. يوجد هنا أيضا مجموعة عناصر مرتبطة مع بعضها منطقيا، تم وضعها في داخل هذا الإطار، وهكذا. عندنا أيضا أداة زر الخيار Option Button. هذا الزر Option Button يستخدم، هذا الزر يستخدم من أجل عرض خيارات على مستخدم التطبيق. إذا تمكن هذه الأداة المبرمج من عرض عدة خيارات على مستخدم التطبيق. نلاحظ هنا على المستخدم، المبرمج قام بعرض عدة خيارات، 1، 2، 3، ولكن يجب أن نعلم أن المستخدم لا يستطيع سوى اختيار واحد فقط من هذه الاختيارات التي تم عرضها. إذن أداة الأوبشن، عفواً، أداة الأوبشن بتن، نعم، هذه الأداة تمكن المبرمج من عرض عدة خيارات على مستخدم التطبيق، ولكن
لأن المستخدم لن يستطيع سوى اختيار أو تحديد أداة أو تحديد عنصر من هذه العناصر فقط، أو اختيار وحيد وفقط. يعني لا يمكن أن يضغط على هذا الخيار ومن ثم يضغط على هذا الخيار ويتم تحديدهما كلاهما. إذن إنما يجب أن يختار واحد منهما فقط، فعندما يضغط على هذا الخيار يتم إلغاء ذلك الخيار من هنا وهكذا. أما الأداة تشيك بوكس الموجودة بجانبها، هذه الأداة تمكن المبرمج أيضا من عرض عدة خيارات أو صناديق اختيارات أمام المستخدم، ولكن الفرق بينها وبين تلك الأوبشن باتن أنه يمكن للمستخدم أن يختار واحدا منها أو أكثر. فمثلا هنا يوجد لدينا على النافذة ضمن ذلك الإطار يوجد لدينا خياران من نوع تشيك بوكس أو من نوع صندوق اختيارات. هنا يمكن للمستخدم أن يختار الأولى ويمكن أيضا أن يختار الثانية معها أيضا. إذا ليس مفروض عليه أن يختار واحدا منها فقط، وإنما يمكن له أن يختار واحدا على الأقل، أو يمكن أن يختار أكثر من ذلك. ويمكن أيضا سرد مثال آخر على موضوع الأوبشن باتن. نلاحظ هنا أنه يمكن للمستخدم أن يختار أحد الألوان الموجودة هنا، ولا يستطيع أن يختار لونان أو ثلاثة ألوان، وإنما فقط يختار لون واحد، إما اللون الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. بينما التشيك بوكس كما نلاحظ هنا في المثال، هذا صندوق مأخوذ من الوورد، عندما تقوم باختيار موضوع خيارات الخط فتتيح لك إمكانية مثلا أن تقوم بتوسيط الخط، أو تقوم بوضع مثلا خط مزدوج أو بوسطه، أو تقوم برفع الخط أو بوضعه على شكل منخفض. هنا نلاحظ أنه في هذه الاختيارات أو صناديق الاختيارات أو ما يسمى بالتشيك بوكس يمكن للمستخدم أن يختار واحدا منها أو أكثر، فيمكن أيضا اختيار أكثر من اختيار وحيد وهكذا. بينما في الأوبشن باتن أعود وأكرر أنه لا يمكن له سوى اختيار وحيد فقط. أيضا ننتقل إلى أداة صندوق القائمة. إذن في عندنا ما يسمى بصندوق القائمة الليست بوكس، وأيضا عندنا أداة السرد الكومبو بوكس. ما هو الفرق بينهما؟ أولا بالنسبة للصندوق القائمة، صندوق القائمة أو ما يسمى بالليست بوكس هي أداة تمكن المبرمج من بناء قوائم نصية، حيث تسمح للمستخدم باختيار قيمة من قائمة التشغيل تشتمل على عدة اختيارات محددة سلفا. إذن هي عبارة عن أداة بتخلي المبرمج يستطيع من بناء قوائم نصية مثل هذه القائمة الموجودة أمامنا. طبعا هذه القائمة تسمح للمستخدم باختيار قيمة من قائمة بتشتمل على عدة اختيارات محددة سلفا. إذن أعود، يستطيع المبرمج من خلال هذه القائمة وضع عدة خيارات نصية، ومن ثم المستخدم يستطيع أن يختار واحدة منها، أو يمكن أن يستطيع أن يختار أكثر من اختيار وحيد، وكأنها تشبه خيار التشيك بوكس الذي لاحظنا سابقا أنه يمكن أن يختار أكثر من قيمة، ولكن هناك كان على شكل تشيك بوكس على شكل صناديق خيارات، وإنما هون على شكل آخر وهو عبارة عن حاوي أو صندوق يحتوي في داخله على قيم نصية، ولكن المستخدم يستطيع أن يختار أكثر من خيار منه. أما الكومبو بوكس أو ما تسمى بأداة السرد تستخدم لاختيار البدائل من قائمة منسدلة تشتمل على اختيارات محددة سلفا أو بإدخال قيمة جديدة. نلاحظ هنا في هذه القائمة المنسدلة عندما تضغط على مثلا المنث على الشهر لاختيار شهر أو تاريخ ميلادك، في عندك اختيار اليوم والشهر والسنة، عندما تضغط على هذا السهم الموجود هنا تظهر لنا قائمة تسمى قائمة منسدلة، وهذه القائمة المستدلة يوجد بها خيارات
تم إعدادها سلفاً. إذن هذه الاختيارات محددة بشكل مسبق. طبعاً يمكن أيضاً ميزة الكومبو بوكس أن يقوم المستخدم بإدخال قيمة جديدة. طبعاً هنا بهذا المثال لا يحتاج المستخدم إدخال قيمة جديدة، ولكن فمثلاً إذا طلب منك اختيار عمرك وليكن هو حاطط تقديره مثلاً الأعمار من 1 إلى 70، وإذا كان عمرك مثلاً 80 فممكن إدخال وتكتب قيمة جديدة في هذا الصندوق وتكتب مثلاً 80. إذن الفرق، وطبعا يجب أن ننتبه هنا أيضا إلى وجود فرق بينها وبين الأداة ليست بوكس. الأداة الكومبو بوكس تستطيع أن تختار منها خيار وحيد فقط، لا تستطيع أن تختار منها أكثر من خيار. لذلك تستخدم هذه الأداة من أجل إيش؟ من أجل الاختيار الوحيد فقط، بينما تستخدم الأداة الثانية ليست بوكس أو أداة صندوق القائمة من أجل اختيار خيار وحيد أو أكثر من خيار وحيد. إذا وكأنما هذه الأداة الكومبو بوكس وكأنها تكافئ الأداة الأوبشن بوتن يلي تحدثنا عنها سابقا. يوجد عدة خيارات يستطيع المستخدم أن يختار منها قيمة وحيدة، وأيضا هنا يوجد عدة خيارات ولكن هنا على شكل قائمة يستطيع المستخدم أن يختار منها قيمة وحيدة فقط. نصل إلى نهاية الدرس في هذا اليوم، ونرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى لقاء جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.